تعالى بقى معانا مجهزين لك تمام تقرير عن الجهاز الفني المعاون ليك، ونشوف اتفضل رأيهم بقى وتعليقاتهم عن الكابتن ياسر محمد المدير الفني لفريق اتفضل 2009. اتفضل كابتن. والله كابتن ياسر من الناس المحترمين جدا، انسان على خلق فنيا وسلوكيا، واحنا بنستفاد منه، وان شاء الله باذن الله معانا فرق كره محترمه السنه دي، ونحاول ناخد البطوله بامر الله تعالى. والله كابتن ياسر يعني بيتعامل مع الاولاد يعني نفسيا قبل فنيا كويس جدا، احنا في ظهره، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظن الكابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب وكابتن ياسر، واحنا كلنا في ظهره. كابتن ياسر الحمد لله شغال بشكل كويس مع اللعيبه من بدايه الموسم، عملنا فتره اداء كويسه، واخترنا بعض اللعيبه كانت موجوده من السنه اللي فاتت. الكابتن ياسر بيجتهد مع الفرقه صراحه، وبيشتغل بشكل كويس جدا، اللعيبه بتفهم الكلام اللي بيقوله كابتن ياسر، وهو في تجانس بينهم وبين بعض، وده مخلي في ارتياحيه في الشغل. بتمنى له التوفيق السنه دي، وان شاء الله باذن الله احنا ناخد البطوله باذن الله ان شاء الله. كابتن ياسر مش اول سنه اشتغل معاه، اشتغلت معاه قبل كده في 2015. طبعا مدربين مميزين جدا في النادي الاهلي. احنا بنقعد في بدايه السيزون بنحط الخطه السنويه اللي بنشتغل عليها، اللي هي فتره الاعداد، وبعد كده فتره المنافسه، وفتره التوقف اللي بنتوقف فيها في نص السنه، وبعد كده فتره نهايه السيزون ان شاء الله. ده طبعا بيبقى تنسيق مع الكابتن وليد وكابتن بدر رجب، وهم بيدونا مساحتنا ان احنا نقدر نشتغل براحتنا تحت اشرافهم. طبعا كابتن ياسر مش اول مره نشتغل مع بعض، طبعا بقالنا كتير مع بعض في النادي، من الشخصيات الخلوقه المهذبه اللي بتريح الواحد في الشغل وفي التعامل، خبره كبيره، والولاد حباه السنه دي، وما شاء الله بدأنين بدايه كويسه مع الفريق، وبادئين بدايه كويسه السنه دي مع بعض، وان شاء الله نختم الموسم على خير، وان احنا نتوج بطوله الدوري فيه باذن الله. هو السن ده ليه اختلاف شويه مع المراحل العمريه الثانيه، ان هم اول سنه يلعبوا دوري الجمهوريه، هم لسه 14 تحت 14 سنه، طبعا فرق كبير ما بينهم وبين فرق الشباب في نظام الاكل، في نظام التمرين، في نظام الريكفري بتاعهم، تلحم المباريات، لسه هم متعودين يلعبوا على ملاعب صغيره، ولسه بقى لهم سنه بيلعبوا على ملعب 11، طبعا ده عامل ضغط علينا في البدايه، عمل ما ابتدينا نعود الاولاد على النظام بتاع الملاعب الكبيره، وعلى نظام البطولة الجمهورية، ويعني ايه تنافس، ويعني ايه حمل ماتشات ورا بعض كل اسبوع، ويعني ايه حمل تمرين كل يوم. النصايح بتاعتنا ان انت ازاي تتحرك يعني في الاول حاجة في مواعيد النوم، امتى يعني ما نسهرش، نظام الاكل اللي احنا بنأكد عليه هو بيساعدنا بدل ان هو بيأكد على اللعيبة فيه، في التعليمات بتاعته في بين الشوطين وفي قبل المباراة وبعد المباراة كمان في مرحلة الاستشفاء. دايما معانا محاضره الدكتور محمد جمال الطبيب النفسي اللي معانا السنه دي، بيبقى دايما هو معانا فيها، بيبقى دايما في كل كبيره وصغيره بيبقى واقف معانا اللعيبه فيها، وبنبقى متابعين اللعيبه فيها اول باول. كابتن ياسر انا حصل لي الشرف ان اشتغلت معاه قبل كده، مش دي السنه دي، اول مره. من الشخصيات المحترمه جدا، وشغله شغل عالي ومرتب، بيريح الجهاز معاه بترتيب شغله، فانا يعني مش جديد ان انا اشتغل معاه قبل كده، فانا سعيد ان انا موجود معاه السنه دي. عاملين فتره اعداد من اول الموسم، واللعيبه بالنسبه لهم ان اول مره يلعبوا جمهوريه، فالنقط دي احنا واخدين بالنا منها قوي، وكابتن ياسر برضو عامل برنامج ماشيين عليه كويس، وموضوع الاستشفاء للعيبه من اول الماتش، ما بنبدا الماتش واحنا شغالين معاهم في موضوع الاستشفاء، وبعد الماتش بيومين بنبقى برضو في تدليك وحاجات بنجهزهم لبقيه الماتشات اللي بعد كده، وبقيه الاسبوع البرنامج الاسبوعي للتدريب.